عندما أريد أن أبحث عن مسألة دينية أرجع لتراثنا، لكن عندما أريد أن أبحث عن مسألة دنيوية ما الذي جعلنا متخلفين والآخر مزدهرون، هو لابد أن أجده عند الآخرين وليس في تراثنا. عند من هم الآخرين؟ الآخرين هم الغرب. الغرب شك. نعم الغرب وليس الشرق. الشرق الآن هو مقلد، يعني عندما نأتي لليابان نجد أنه لولا انفتاحه على ثقافة الغرب لبقي متخلفا أيضا. الإنسان العربي مطموس الفردية في هذا المجتمع، ولهذا تحركه. ايش تقصد مطموس الفردية؟ ليس قادرا على أن يفكر تفكيرا مستقلا، ولهذا تجد أنه دائما يرفض ما يرفضه المجتمع ويقبل ما يقبله المجتمع، ولهذا بقي يعني روح الجماعة مثلا هي السائدة، هي روح الإمعية، روح القطيع، وليس بعد الجماعة فقط. هي روح القطيع الذي لا يستطيع أن يخرج من الأسر العام الذي من الثقافة السائدة، يعني ما يعتبره المجتمع جيدا يعتبره هو جيدا، لا يستطيع أن يفكر تفكيرا مستقلا وأن يستفيد من من من, من ثقافات الآخرين. هو غير قادر على أن يخرج من النطاق الذي ضرب عليه منذ طفولته. طيب هل يجب أن يكون الفرد العربي مثلا متمردا؟ لا، ليس متمردا، ليس متمردا، وإنما يجب أن يبحث عن الحقيقة، ألا يلغي ذاته ويندمج ويذوب في القطيع. تنتقد العرب وتثني على إسرائيل، هل ترى أن العرب يجب أن يقتدوا بالتجربة الإسرائيلية؟ لا، إسرائيل لم تصنع نفسها، هي امتداد للغرب، هم امتداد لثقافة الغرب وليسوا صانعين لأنفسهم. أنا قلت أن امتدادات، ولهذا شبهتها استراليا ونيوزيلندا وإلى آخره، جنوب أفريقيا. شف وهذا تعتقد أنه أنا أعتقد أنه أنا ودي أشير النقطة هنا مهمة. بس بسألك عفوا أبو عبد الرحمن، يعني هذه القصة هل تعتبر أنه كون بعض الدول امتداد للغرب جانب سلبي ولا جانب إيجابي؟ لا، جانب إيجابي. يعني مفروض احنا نمتد للغرب ايضا؟ لا، نمتد، نستفيد من هذه التجربه السخيه. الازدهار هو الذي صنعه هو الغرب، لم نصنع شيئا حتى الان، ما زلنا عاله على الغرب نحن. يعني حتى اليابان تعترف بانها لو لم تستفد من الغرب لما تطورت. الازدهار في ماذا؟ في الازدهار في كل شيء، في التقنيه مثلا، في قيمه الانسان، في 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 حرياته، في 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 حفظ كرامته، في تطور العلم، في تطور التقنيات، في ازدهار الانسان، في تطور الحياه. هل ترى انه الحياه الان مثل الحياه قبل 10 قرون؟ هذا كل هذا التغير الهائل هذا صنعه الغرب. من الذي صنعه؟ طيب اليست مثلا مفاهيم الغرب، حقوق الإنسان على سبيل المثال، منجز إنساني، هو تراكم ساهمت كل الحضارات فيه؟ ليس تراكم، هذا بس الغرب اللي لا، بدون شك الاستبداد هذا قيد هائل، قيد لا يمكن أن يحصل معه أي تقدم. هل ترى أن هذه النظرية تنطبق على الوضع في العراق بعد ذهاب صدام حسين الذي تصفه بأنه طاغية؟ العراق لم يسمح له حتى الآن أن يستقر، تدخل فيه كل العالم بالشكل الذي نرى. الغرب اللي تثني عليه تدخل فيه؟ لا، الغرب تعامل مع أيضا مع اليابان واستطاع أن ينقذ اليابان من استبداده. يعني اليابان الآن تعتبر نموذج في الديمقراطية، في الحريات، في كل ما أنتجه الغرب من مزايا. تتحدث أيضا أن العرب في فتوحاتهم في صدر الإسلام خرجوا من صحرائهم فاتحين لا دارسين. ماذا تقصد بفاتحين لا دارسين أستاذ إبراهيم؟ يعني أنا أرى أنه العرب استمروا خلال القرون وما زالوا يعتقدون أن لديهم من العلم الكفاية، ولديهم من العلم والحكمة الكفاية، وأنهم ليسوا محتاجين إلى أن يتعلموا من الآخرين، لأنهم ظهروا على مسرح التاريخ كفاتحين وليسوا دارسين، ومعلمين وليسوا متعلمين، واستمرت عندهم هذا الوهم. مرشدين لا مسترشدين. ومرشدين لا مسترشدين. يعني ما زال هذا الوهم باقيا عندهم رغم أن الدنيا كلها تغيرت. الدنيا تغيرت وهم ما زالوا يظنون أنهم من واجبهم أن يعلموا الآخرين، من واجبهم أن يعلموا الآخرين، ومن واجب الآخرين أن يصغوا إليهم، وهم ليس لديهم أصلا أن يقدموه للآخرين، ومع ذلك ما زالوا. ولهذا هذا الوهم الفظيع، هذا الشعور بالكمال، هذا الشعور بأنهم يجب أن يتعلموا من الآخرين، هو الذي جعلهم عاجزين عن أن يستفيدوا من حضارة العرب.